بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث. وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان مبارك عليكم، والله يبعدنا وياكم من كل مكروه بحق محمد وآل محمد. خلونا نرحب وياكم أجمل ترحيب باللجنة الحاضرة ويانا، وأبدي بالشيخ القارئ الأستاذ ميثم التمار. حياك الله حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم إن شاء الله. نسأل الله لنا وللأخوة القائمين على هذا العمل وللمشاركين دوام التوفيق إن شاء الله بحق محمد وآل الله يبارك بك. المنشد الأستاذ علي الدلفي، حياك الله. حياك الله حبيبي، كل عام وأنتم بألف خير، الله يعودكم إن شاء الله يا رب، ورمضان كريم. الشاعر الكبير سمير صبيح، حياك الله. اللهم تقبل طاعاتكم وصيامكم بهذا الشهر الفضيل، ونتمنى حظ كبير جدا وعبور للكل متسابقين ويانا اليوم ان شاء الله. استاذ سمير، يعني مداخله ولو بنص دقيقه. اي حبيبي. وصلتنا رسائل من جمهورنا بالخليج العربي، من البحرين، من الكويت، يعني من عده دول، كذلك من الذائقه الشعريه بمحافظاتنا العراقيه. نوهون رساله قالوا توصلها الاستاذ سمير صبيح، انا خادم، بان يذكر للمتسابقين من يجون يؤدون القصائد، يذكر لهم مثلا ينوه على البحر اللي يقرونه، مثل البحر الطويل أو التجليبة. أنا أعرض بخدمتك وخدمتهم. البرنامج مو برنامج شعري، بعدين النص اللي ينقرأ بعدة أوزان. زين. وما أظل ما عد المساحة اللي تعطينيها الفضائية موجودة الآن بالبرنامج، ما عد هاي الفسحة حتى تتحدث عن داخل النص، بعدين ما يقرأ النص أمامي كامل حتى أعرف شو مخلي بيه انتقالات شعرية. أنا فقط ناخذ الكوبلية والدخول، وأغلب اللي جاي يقرون هي نفس القصيدة نفسها، فش أتحدث عنها دائما أقول، وأرجع أقول لك البرنامج مو برنامج شعري. إحنا كان عندنا برنامج شعري، ممكن أفصل لك جاي يقرأ إيش طلع، زحف ما زحف، مرات إحنا حتى نأشر زحاف مو على الشاعر، يعني حتى لا تأخذ على الشاعر. الشاعر يكتبها على موسيقى وعلى لحن، مستحيل يطلع مو استاذ علي، مستحيل يطلع، لكنه المتسابق اللي يجي، نعم مو احيانا، هي هاي ثابته، المتسابق يجي يزحف الكلام. ودليل البارحه سيد سعيد الصافي، تحياتي له، والدالي بصمه الصوت، يقول الاستاذ ترى هذا القراءه الابوذيه مو صحيح وقراها غلط، وانت قلت له هذا طلع من الوزن، وكان أحسنت. الشيخ ميثم ايضا موجود. احسنت يعني بهذا الصدد. والا قصدنا انه اذا باختصار قصدنا نقول أحيانا من يغلطون، يعني من يغلطون. شكرا جزيلا. كذلك نتمنى الشفاء العاجل للأخ العزيز حسين البغدادي، لأن جاي يمر بأزمة صحية، نتمنى له الصحة والسلامة إن شاء الله. حسين البغدادي، خلونا نرحب أجمل ترحيب بالمجموعة الأولى الحاضرة ويانا في هذه الحلقة، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق حسن مكي الخليفي من البصرة، حياك الله يا حسن مسلم. مكي أبو علي الخليفي من البصرة. حسن، عليكم السلام. عليكم السلام حسن، شلونك؟ أهلا، شلون صحتك؟ شل أناقة هاي الجماعة، شو محضر لنا حبيبي؟ قصيدة يا قارون. إيه يلا نسمع. يا قارون دمه الغالي على احبابي، انشغل بالي اراقب واني حذر، رسايل كلها خاطر، اراقب واني حذر، رسايل كلها خاطر. اول مراسلي الحزن نسمتها وجاي يبتلي، مخنوق جاب صدري النفس، شميت به ريحتها لي، من والدي جاي بعطر مو ذاك عطر الأولي، بريحتي الفاقد ولد يمكن مشى الأكبر علي. يا قارورة وخفاني تجرحيني بخبر ثاني، وموت سن قطرة قطرة
رسائل كلها خاطرة وموتن قطرة قطرة رسائل كلها خطرة. حسن طيب والله أنفاسك يا حسن، أتمنى لك التوفيق، تأهلت ويانا للمرحلة الثانية وتحية حب واحترام لشاعر هذه القصيدة الأستاذ وأخونا الحبيب أحمد الذهبي أستاذ علي الدلفي. نعم. أداءه هو مجرد ما يوقف قدام لجنة وكاميرات وهو بهذا العمر ويقدم هذا إنجاز. أكيد. زين أنا ضغطت لك لهذا الإنجاز. طبعاً هو إلى واحد وراء. يعني زين. مو هو. أكيد. لا بس هو عدة الجرأة الكافية. لا ما دام يستوعب. تعلم منكم. العفو. الله يبارك فيك. جميل جدا ابو علي حبيبي. حسن. الله يوفقك ان شاء الله. بس اريدك على المرحله الجايه تأدي بعد احلى. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا حسن مكيت، اهلت ويانا اعزائنا المشاهدين. الان المتسابق حيدر احمد الخليفي ايضا من البصره الحبيبه. حيدر احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قصيدة نسيت أحذواني للشاعر السيد عبد الخالق المحنة. تفضل. نسيت أحذواني خيالك إجاني، نسيت أحذواني خيالك إجاني، اخذني الشاط حبك أريد أعطش وكتبك، اخذني الشاط حبك أريد أعطش وكتبك، خيالك إجاني ذكرتك من نسيت وبين خيالك أثار أنت العزيز خاني ببالك، ذكرتك من نسيتك وبين خيالك أثار أنت العزيز خاني ببالك، حاولت أستقر وأسأل على أحوالك، حاولت استقر واسأل على أحوالك، لقيت النهر قطرة بين شلالك، جمالك قصيدة ما ينحاز وريده. طيب والله أنفاسك يا حيدر أحمد وحياك الله، والله يوفقك وهاي الطلة الحلوة والجميلة حظ أوفر لك إن شاء الله. شيخ ميثم التمار. حيدر شلونك؟ الحمد لله بخير. طيب إن شاء الله. الحمد لله. للضوج. لا عادي. زين. أنت إحنا لما نقول الرادود يجب عليه أن يقرأ بإحساس عالي واضح ويعيش ويا القصيدة، لكن مثل ما قلنا للقبلة كل شيء زاد عن حد انقلب ضده، هذه التحركات كثيرة ما تنفع بمقدار إيصال الإحساس بهدوء. أنا هسه أريد أسمع صوتك بشكل صحيح، ما قدر لأن أنت خيالك أريد، وكأنما ما أدري يعني مرة أسمع صوتك منه مرة أسمع صوتك من المايك. هذا هو واحد. هو المشكلة شنو شيخنا؟ عفواً. المشكلة حار بالتليفون زين وبين الأداء بين التليفون، وهذا الموضوع ضيعك وصار عندك وما حافظ القصيدة حتى القصيدة هواي زحافات قربية. هذا الزحاف اللي صار عنده يعني. ذكرتك مو من نسيتك، ذكرتك من نسيت. هنا هم صار عندك خطأ. آسف منك أستاذ. هذا هو كاتب هنا أبو علي. زين. فيعني هذا أنا دا أحكي مو من باب الشعر، دا أحكي إنه الموضوع ضيعك بين ضعت بين التليفون وبين، فهي القصيدة هي أصلاً منتشرة، ليش ما حضرت اساسا؟ شويه معروف يعني قصيدة. اكثر استقرار حيدر حتى نعم. بارتكازاتك نعم الصوتيه والادائيه يراد لك اكثر. تفضل ابو علي العفو. انا لا ما عندي شيء حبيبي، لا لا ملاحظات قيمه واتمنى ياخذ بها يعني. احسنت. اتمنى لك توفيق حبيبي. هاي بدايه ما تعتبر نهايه صح؟ لا لا احسنت. اتمنى لك حظ اوفر ان شاء الله. المتسابق حسين علي حسان. حسين علي حسان لو احسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من البصرة الحبيبي حياك الله. أهلا وسهلا.
قصد الإمام الحجة عليه السلام. سلام الله. ما هي جارتك وانتظرتك زينة دمعة دمعة يخلص الليل بغيابك قلبي ذايب جيت عاتب عذبتني والدمع يحلب عتابك والدمع يحلب عتابك جارحني لا مو عن قاصد بس المهم جارحني بغيابك اتنفس عتب لو عاتبت سامحني سهمك يدق ويا النبض ابو علي حبيبي حسون انت خامس صوتك حلوه من اختار لك هالقصيده؟ انا اختاريته. انت اختاريته؟ انت ايش قدمت للجنه الفنيه؟ هذا المقطع نفسه قصيدة الباسم ها قصيدة الباسم غير هاي عندك دقيقة بعد اللي انقبلت على أساسه أقرأها إيه قرأني أنا عندك دقيقة بعد حبيب أنا وقفت الوقت راح أعيد أنت خامتك أكمل. حلوة خامة صوتك حلوة لذلك وقفتك حتى نسمع شيء أحلى يا أبو يا شي اللي بعمري وتيتمت من زغري صابا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من زغري كم طفل علي حسين انسبت وطف كربله يتمها سكنة اللي كانت تنتظي الله حلوة بالماء يرجع عمها طيب الله أنفاسك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله جميل والله سوى جميل لكن أستاذ علي شنو الخلل اللي جاي يعاني منه يعني حسين ركوزة بالقفلة تحير الإنسان بس أنا أنت سويت جملة جميلة جدا جملة صح كانت حلوة كانت حلوة ولذلك قررت عليها كانت بس ملاحظة يعني ملاحظة لك ولكل الأخوة يعني يا ريت من يجون على المايك بلا موبايل يعني كتبوها على ورقة أفضل صح. يعني حتى من العام قلنا لهم والله من الموسم الماضي أنا قلت لهم ضد فكرة الموبايل شكرا حتى يكون الموضوع أليق شكرا شكرا جزيلا يا حسين أوقف حسين بس دقيقة الشيخ يحكي وياك أنت بأدائك الأول ما كنت موفق جدا بالقصيدة اللي قريتها اللي هي خليط بين الكرد والصبا واللامي وإحنا لما نشوفك بهالمستوى هذا دليل على ضعف خبرتك بالأداء اللحني وحتى بالمقامات الثانية لأن أدائها حجاز أديتها بشكل حلو إحنا نريد منشد العراق متمكن من كل الأداءات ومن كل الألحان هالمرة أنا راح أعطيك فرصة للمرحلة الثانية ويا أخوي أبو علي سمير حبيبي أستاذنا أعطيك فرصة وخلي علي لي يضغط لك وأفضل حتى تعرف أنه إحنا أعطيناك فرصة أولى لأن اليوم مسموح لنا ممكن أحس أكو إمكانية شيخ ميتين أي طبعا أكو إمكانية أنا أشوف جمل أنت أول ما قريتها قلت هاي حلوة أحسن بس بعدين ما أعطيتنا شكرا جزيلا يا شيخ ميتين مرحلة القادمة خلي أعيد وجهة نظرة بيك حبيبي شكرا جزيلا حسين علي حسان تأهل ويانا الآن المتسابق زين العابدين علي من ميسان زين العابدين علي من ميسان أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هلا بابن العمارة منين أنت من العمارة زيون بالمدينة ما شاء الله هلا بيك احنا يمك بالكحلاء حبيبي أنا بمغربة وأنا بالمجر ما شاء الله ما شاء وأنا بالميمونة حبيبي أنا والحسن وحسين قمنا صا
صلاة الوحش أبو ينصل لأمنا نبضات القلب ضمها التروب أخوي الحسن ناداني بكلامه غدين الليل من نومنا ايتامي خلي نقوم يا اخواني بسلامي بصلاة الوحش نطرد كل ظلامي ظلامي العتم الدنيا بهجرها الجنة استانست تشتم عطرها فرقها صعود ضمها التروب سلام الله يبارك فيك تأهلت ويانا يا زين العابدين وف استاذ سمير اكو ملاحظه عندك شعر الاداء والصوت جميل جدا لكن انا على النص يعني للشاعر يعني هل يعتقد الشاعر تحياتي اله لا تذكر اسمه لان ما له علاقه بالاسماء كلهم على راسي كلهم اخوتي وكلهم خدمه الحسين يعني الزهراء عليه السلام بالقبر اكو ظلمه يعني يعتقد الشاعر اكو ظلمه للزهراء بالقبر وهي الزهراء اتمنى توصل رساله الزهراء الشاعر بابا مو لك احسنت ابو عادل احسنت شكرا جزيلا لك هو شنو يقول البيت عفوا البيت اقرا لي يا بابا يقول نلتم نقرا الصلاه الوحشه لان حتى ما يمرها ظلامه بالقبر خلي نقوم يا اخوان بسلامه صلاه الوحشه نطرد كل ظلامه نطرد الظلامه احنا نصلي صلاه الوحشه للزهراء حتى نطرد ظلام القبر يعني نعم يجوز كان يدري بغير قصد بعد الله العالم الزهراء عليه السلام لا الله لا لا قصد الله. الشاعر ممكن في لا يا في باله قصد الشاعر ما يكتب وهي سل قفله تلقى المتسابق ظالم الشاعر نجد له لا لا ما زين العابدين حبيبي انت خامة صوتك حلوه زين او بس ادائك ما كان موفق الامانه يعني بس ضغطت لك حتى المرحله الثانيه يكون ادائك احلى ان شاء الله بس كصوت خامتك حلو شكرا جزيلا حبيبي زين العابدين تاهلت ويانا للمرحله الثانيه كل التوفيق ان شاء الله متواصلين وياكم اعزائنا المشاهدين الان المتسابق فاضل الكعبي من ميسان فاضل الكعبي من ميسان مشرفينا اليوم اهل العماره حياك الله يا فاضل اهلا مرحبا احسنت السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. هلا فاضل. الله يعزك يا اخي. الجلوب تفضل علينا يا فاضل. إن شاء الله. شو سوت بك الخيل؟ جميل. شو متغير حيل؟ حلوة والله. شو متغير حيل؟ شو سوت بك الخيل؟ سلموا أبو الحلو. جاوب نوريح دلالي معقولا انت حسين الغالي حبيبي والله جاوب نوريح دلالي معقولا انت حسين الغالي شسوت بيك الخير شاوين الله حبيبي صدرك البيل ريق انتي رس الله شاوين الله حبيبي شو عالصدير حافر فارس الله شاوين حبيبي ورد اللي بشفاك ينغرس جاوين ورد اللي
شاوين ورد التيني ثرى مني النفس. عطر التنثرة من النفس. عطر التيني ثرى مني النفس بس أسمع والناد شاوين الكلمات. شاوين الكلمات بس أسمع والناد. مو من طبعك وانك عالي معقول انت حسين الغالي. سوت بيك الخير. الله يوفقك يا فاضل الكعبي وتأهلت ويانا للمرحلة الثانية وانت اكيد يعني قارب مواكب العمارة شايفك هواي. انا اتمنى انا اخر شيء ضغط مرات اتمنى من المتلقي المتسابق يعني يطلع بعثره يطلع بكلمه أي. كلمه يجزئها ومو من حقه ان يجزئها تاخذ غير معنى هو جانب هاي الثاني يعني ردتها شيخ ميثمي صلى الله عليه وسلم كل التوفيق ما تجاوزك اني لا العبوك يا اخوي وعلى راسه استاذ علي هو يقرا انا ردك الله باي حبيب موفق استاذ علي هاي القصيده هواي قروها لو اخونا وحبيبنا عمار الكناني تحياتنا إليه زين ويقرأها أشوفها مختلفة يعني هو يقرأ سوت بيك الخيل بس هو لا يدري سوى بقلبنا سوى بإحساس أي والله صراحة بإحساس الله يوفقك يا فاضل كعبة أهلك شكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا الآن أعزائنا المشاهدين مستمرين وياكم بهاي الأصوات الحلوة خدام الإمام الحسين المتسابق كرار الزينبي من ذي قار كرار الزينبي من ذي قار حياك الله اهلا وسهلا يا هلا باهل الناصريه الطيبين ضغطها هاي الرصاصيه ضغطها الكريم السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله بكره كلش مرتبك كره لا مشتبه اه يلا جاي اشوفك ترجف شنو اكيد لا على راخي لا عاد هذا المايك اللي يرجف عافيه عليك عافيه يلا كرار عافيه اي لا هلا بليالي صحيتاه يا ليل زينة تاكل بروحي قميتاه يا ليل عفية بني لا محني ولا حنان وين اخلي اليمي كان لا محني ولا حنان حلوه وين اخلي اليمي كان اه يا ليل يعين الله الفارق بنا دم حنين يصيح وينيك يا المنية ما تجين الثواني مرن بعمري سنين دموع من تنزل يجي وياهن ونين ما يردون المشاء وآه يا ليل راح موتي وما اجا وآه يا ليل طيب الله الفاسح الله يوفقك ان شاء الله تهلت ويانا الحفظ شو يسوي ايه حبيبي ترى يدي راحت واضح هذا شيء كل التوفيق لك يا حبيبي تهلت ويانا الله يوفقك كرار بس على المرحله الجايه اختار صوتك يجنن ان شاء الله حبيبي اهل ويانا كرار زينب من ذي قار للمرحله الثانيه الان المتسابق القلوب شيخ المتسابق ابراهيم الموسوي من محافظه ذي قار ابراهيم الموسوي اهلا وسهلا حياك الله يا ابراهيم ابراهيم رصاصيه ضغطها ابراهيم نزلها بعد نزلها بيقار بيقار يا سهلا اللجنه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ابراهيم شو اخبارك
كوني البكي بشهر البكي من دمني لا طلب على المايك منه ليلة انطقت مارة وتبكي على تلة ولي على زينب ولي على زينب من بيكم العين دايخيت شلعة وقالوبها هذا اللي يطيك على الوجه وذاك اللي يسيبها واحد يفحى بالرميح واحد سيلبها بس ايش بيدي امي الخدور واخواتها قتله ولي على زينب ولي على طيب زينب الله انفاسك طيب الله انفاسك طبعا انت ما تأهلت الا ثواني يعني داين صوت استاذ سمير جبر استاذ علي عبرك ابو علي زين. والله صوت لو تبقى علي بس ادائك لا زين هسه احنا ما لنا علاقه بالوافقه شيخ ميثم انت خبير بالتلاوه وبالادغام وهاي الامور تحسه وين قرا يعني احس اكو شيء يعني لا انا راح اضرب له مثل غير هذا اللي ذكرته حضرتك وابين له شنو هو قرا المقتل لما قرا شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه الله تعالى عليه لما أصبح الصباح يوم عاشوراء صلى الحسين بأصحابه صلاة الصبح ثم قام فيهم خطيبا حمد الله وأثنى عليه جاي قراني هسه بيان صحيح؟ بس لما يوصل للنعي شو يسوي شيخ عبد الزهر الكعبي؟ جابه ومدد ما بين خوت صار حزين لوعه ها هي هاي اللوعه انت قريت لنا بيان والقصيده لوعه من لزمت القصيده وقريتها ها ولي على زينب ولي على زينب ابراهيم هذا بيان هذا مو قصيده ماكو احساس ماكو لوعه والكلمات كلها لوعه اراهن والله على صوتك اراهن على المرحله السيد المخرج بس رادك تمام السيد المخرج زين حافظ شيء حافظ شيء قبل شوي اريد من عندك من الحافظ بما انه شيء حافظه انت بعد اذا عبر ليش يحافظه خليه يروح يتوكل بالله خلنا نسمع الناس اللي تريد تعرف مو يقول ما حافظ يلا ابراهيم يلا تخريج اقرا اقرا يلا ابراهيم يلا قليل الميمون ايه يلا يلا قل لي يا الميمون وين والينا يا راح ابو السيا جايا ما يريد لي انا احسنت ابراهيم شوف بالمرحله الثانيه ما يصعد هسه لو تحط له مصعد ما شوف ابراهيم شوف بالمرحله الثانيه الثانيه انا يمكاني شكرا جزيلا ابراهيم موسى وتاهل ويانا ونتامل منه بالمرحله الثانيه يكون اجمل ان شاء الله الان المتسابق احمد الطالقاني من النجف الاشرف اهلا وسهلا احمد حياك الله يا احمد الطالقاني نجف اهلا ومرحبا أولاد حيدر السلام عليكم هلا وعليكم السلام هلا سيدنا العزيز الله يحفظك حياك الله تفضل مقطوعة على أمير المؤمنين عليه السلام سلام الله عليه إلى أمير المؤمنين إيه تصاصك بعد لا خدمتك كان الله يسلمك ولايتي لأمير
النحل تكفين. بين الصوت بين الصوت. ولايتي لأمير النحل تكفيني. الله اي والله تكفيني عند الممات حبيبي عند الممات عند الممات وفي غسلي تكفيني في حب حيدر كيف النار في حب حيدر كيف النار كيف النار تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. سكن طريقك يا علي أصبح سكن وبالله وبيك آمنا. عفي حمودي طريقك يا علي أصبح سكننا وبالله وبيك آمنا سكننا الله يحبنا يمصحنا سكننا الله يحبنا يمصحنك سكننا بأمان نعيش يمك للمنية بأمان نعيش يمك للمنية. أحسنت أحسنت يا أحمد ما شاء الله. أنا عندي ملاحظة أستاذ علي إذا سمحوا لي أساتذة عند الممات تصرفت بها قبل ما تعطينا المعنى أول مرة وصل البيت أستاذ العزيز أنت أستاذ مبين بهاي القضية الله يسلمك أنتوا أهل النجف بعد الله يعطيك العافية وصل المفردة وبعدين تصرف شوف التصرف الثاني بحب حيدرتي هذا فشي جميل جدا أديته أول مرة أعطيتني الكلام وبقيت تصرف براحتك ما العلاقة وصلتني الفكرة تريد تقولها صح بس من تبدأ بالتصرف يضيع علي أنت إيش راح تقول شنو الكلام اللي قايله والبيت الثاني الأبوذية أنتوا الله يحبكم إحنا شلون لعد إذا ما ساكنين أمير المؤمنين شلون لعد سوونا مكان قوي لا تغار ليش تغار نعم غار من حقهم يفتخرون إحنا بحب أمير المؤمنين غار ماكو أنت فرقة الإنشاد التابعة للعتبة فرقة الإنشاد مو شايفة يعني أنا أريد أقول لسيد أحمد أنت بما أنه تقرأ اللغة الفصحى فيجب عليك أن تنتبه إلى بناء الكلمة بناء إعرابيا أن تبنيها بناء إعرابيا صحيحا لأنك وقعت في ألحان إعرابية كثيرة ومن ثم كذلك تحافظ على البحر الشعري وتفعيلته لأنك كذلك أخطأت في تفعيلة البحر الشعري انت فصيح وقرأت قدام شيخ ميثم عود تطلع سالك لا ما مشكله استاذ علي الدلفي استاذ عزيز لا وان كنت انا ضعيف باللغه العربيه لا ابو شهاب حبيب انت مودي ممتاز في دور اروح لك لكن ردت تستعرض كل اللي عندك وقعت الخطا واحد بس وقعت اي بس انت احساسك يجنن في دور واحد ثق نتعلم منكم العفو يا الله حبيبي كل التوفيق لك يا احمد الطرقاني تاهلت وبجداره للمرحله الثانيه نتمنى لك التوفيق ان شاء الله اعزائنا المشاهدين الان خلونا نستقبل المجموعه الثانيه في هذه الحلقه لكن بعد الفاصل
رجعنا وياكم جمهورنا الأعزاء الغالين الطيبين مشاهدينا، والآن خل نستقبل وياكم المجموعة الثانية اللي انضمت خلال هذه الحلقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن المتسابق حسنين الرماحي من النجف الأشرف. أهلا وسهلا، حياك الله حسنين. خلى مولاي. هلا ابو علي، شلونك عيني؟ الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك، شرفتنا. الله يعطيك العافيه. الله يرحم. سلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. احنا ان شاء الله عندنا قعده. اي والنعم بعد القعده مالتكم اهل النجف وكربلاء. اي والله. اي مدينه النجف الاشرف. اي سلام الله على النجف ومساكنيها. المستهل هذه النجف ارض الحقيقه الساطعه، هذه النجف نهج الأدلة القاطعة، أرض الكرار تحمل أسرار، هذا النجف نهج الحقيقة الساطعة. صلى على محمد وآل محمد. جميل جميل. اللهم صل على محمد وآل محمد. جميل جدا. هذا النجف أرض الحقيقة الساطعة، هذا النجف نهج الأدلة القطيعة، عرض الكرار تحمل أسرار، عرض الكرار تحمل أسرار، هذا النجف نهج الحقيقة الساطعة، هذا النجف نهج الحقيقة الساطعة، هذه أرض الغيرة، هذه والأمجاد الحيدرية جمعت الحب والتفاني والفخار كل حين سوية. النجف صوت العدالة وهي كهف المرجعية، الخطبة ظلت شاهدة بفتوة الجهاد الخالدة، حفظت وطننا من العدا والجيوش الداعشية. حيدر علي راية الشجاع ومرجلة، حيدر علي راية الشجاع ومرجلة، وسيد علي يبقى رميز هالمرحلة، بغيرة وإيثار تحمل أسرار، هذا النجف نهج الحقيقة الساطعة. طيب الله انفاس الشعر مفصل على الموسوي. أحسنت. النعم كبير والله. والله يديم خيمة العراق السيد المرجع الكبير علي السيستاني، والله يعطيه الصحة والسلامة إن شاء الله من أهلنا ومراجعنا وعلمائنا بحق محمد وآل محمد. أستاذ علي الدلفي، أحس خامات النجف يعني بالقعدية مميزين بشكل، يعني شلون مالتهم؟ أنا أحس وأنا سمعه من البداية يعني أردت أسمعه بتركيز عالي، لأن هو نجف ويقرأ قاعدة، فنسمعها مثل ما هي نجفية، مو مثل ما يقرأها واحد من بغداد ممكن نمرر له. فتأخرت زين، تأخرت عليك لأن أسمعك بطريقة أهل النجف شلت. فكنت موفق، بس عندك المستهل بالبداية ما كان عندك ما كنت راكز بيه، بس من فتت تعجست لا كنت ممتاز 100% نجف. ما ضغطنا له بالمستهل. نعم. عندك مشكلة بلفظ حرف السين، لأن مرتين بحرف الشين قلت هنسين، ها أكو شوية إلا أنكو مرات الشين تلفظها طبيعي. شيخ ميتة مقبرها شوية ما على كيف أكوية تدرب غير جايين النصحة. إيه أحسنت. بدو أروح لهالوجه هذا. وأنا حجية والله لدعاكم بالمستشفى، يعني بغت يمر بالعالم. صحة وعافية. صحة وعافية. عذر للرادو. لا صحة وعافية. موفقين إن شاء الله. أستاذ سمير إن شاء الله. شفتك دموعك طاحت. والله العظيم جميل جدا، بس السرعة ما حبيتها. مو هي ثورية. لا هي ثورية. مستحيل يكون هتافي هو. من قلت العلي قلت له القعدة النجفية تمتاز بها بالثورية. صحيح. بس ممكن الطين البيت الأول للمتلقي حتى رجع الصدى، الطين البيت الأول المتلقي وصله وبعدين شو تتصرف تصرف. لأن هو القعدية فكرتها أن توصل الشعر. صحيح.
صحيح. بس هو الشاعر كاتبه بحبكة وشاعر متمكن وجميلة حسن. جدا شكرا جزيلا لك يا حسين الرماح، تأهلت ويانا المرحلة الثانية. الآن المتسابق كاظم حيدر من النجف الأشرف، منورين اليوم النجف. أهلا وسهلا. بصرة والميسان وذيقار والنجف والسماوة، اليوم هاي الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله. الإضاءة والله مسؤول الإضاءة قول دمك ذاك من طاح يريد الحرية، دمك ذاك حبيبي. الله الله يشبه وجنتك البنية، ردنا نخلي الحلقة بتشفك، ما ردنا بتابوت نزفك. حلو. ردنا نخلي الحلقة بتشفك، ما ردنا بتابوت نزفك. جرحك ذاك أخضر دقة بتشبد وياه، دمك ذاك من طاح يريد الحرية، بعدك شاب بس دمك ما ظل ببيته، والسرداب برد وبجرحك غطيته، مبين عاشق يالما تحجي حرف ابني بصدرك يبجي، مبين عاشق يالما تحجي حرف ابني بصدرك يبجي. الله وياك يا مستقبل كل حورية، الله وياك يا مستقبل كل حورية. دمك ذاك من طاح يريد الحرية، دمك ذاك من طاح يريد الحرية. والدخان شميته وما صخم قلبك، والدفان شاف بوجهك رحمة ربك، من قصتك باست الطلقة، أحسنت شفتك تتعذر من حلقة. بسلامتك. طيب والله انفاسك كاظم حيدر، انت تأهلت ويانا للمرحلة الثانية. استاذ سمير حبيبي، شفتك كتبت ملاحظات، والله اثنين جميل جدا. صورتين بابا السرداب شلون؟ بعدك شاب السرداب اي بعدك شاب بس دمك ما ظل ببيته، والسرداب بارد وجرحك غطي. الله جميل جدا بابا. والدخان الدخان ما سخم قلبك، والدخان مش شميته وما سخم قلبك، شميته وما سخم قلبك. المرور الإجا كان على ذن الصورة. شكرا جزيلا. ننتقل للأداء. قصيدة حسين أبو صقر. أحسنت أحسنت بابا. ننتقل للأداء أستاذ علي الدلفي. احس أنا انت ضغطت الصوت. ركوز شو تقول للصوت؟ البدايه كانت ركوزك زينه، بعدين من صرت تنتقل رحت جوابات ما كنت موفق بيها، والابتعاد على المايك مو حلو. بس انت حاولت تقدم، حاولت تقدم كل اللي عندك زين، بس بارتجال مو بحسابات، وهاي اللي دائما نحذر من عتها، انه لا حد يرتجل امام المايك، لانه مرات يصير ارتجالك صح اكثر الاحيان خطا زين، مو دائما الارتجال يكون صح امام اللجنه. بس انت صوت، الله يسلمك، صوت، وان شاء الله تختار على المرحله الثانيه تختار شيء يناسب صوتك وراح اسمعك وتتجنن. الله يسلمك حبيبي. شيخ ميثم، النغم والتلحين كاظم، اللحن القران سميه من الالحان التصاعديه، يعني من منطقه الوسط الى منطقه الجواب. الاسترسال مالك كنت اتمنى يكون اكثر دقه، هو جميل واحنا يعني مررناه اكيد، لاننا نرى فيه مستقبل واستحقاق لان يرتقي الى المرحله الثانيه. فانطلاقته في بدايه القصيده واختياره للدرجه الصوتيه كان موفق فيها وجميله، لكن عندما تفاعل مع القصيده وصارت عنده عبره اثر على ادائه فصار اضعف، ولكن ان شاء الله الفرصه الاخرى راح يقدم لنا شيء افضل. نتمنى منك الاجمل يكون ان شاء الله بالمرحله الثانيه. كل التوفيق لك، تاهلت ويانا. الان المتسابق علي الجبوري من محافظه النجف الاشرف. علي الجبوري من محافظه النجف الاشرف. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً أبو حسين. علي المايك، علي صوتك، علي البنطرون. هلا هلا أبو حسين. في سماء البيت نور الله لاح. الله. قيل هل جئت بألحان الصباح؟ الله. نادت الناس عليا بايع الكون عليا جاء إسرافيل بصوري وصاح. حلو حلو والله. في سماء البيت نور الله لاح، من سوى حيدر قل لي، من سوى شقت الكعبة صخرا كي ترى، هزت النخلة لعيسى ورمت في اليم موسى، رفع الله على الناس لواء، من سوى حيدر قل لي، من سوى سماء البيت نور الله لاح. احسنت. الله يوفقك عم ابن المناظره، بدعت. الله اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. تاهلت وياه، لكن لابد اكو ملاحظات على الاداء. طبعا شيخ ميثم مو توافقنا؟ اي نعم. انا بس ما عجبني بس الجواب، ولذلك ما مرت. بس الاداء كان جميل جدا، بس بالجوابات كان ما موفق. تختار الطبق المفروض. شاهد ورسوله ما نايم بس. لا تظلون تجيبون اعذار. لا لا. بعد الاخوان باللجنه الفنيه والسيد المخرج اللي يتعذر بعد ويقول انا ما نايم، لو انا مسافر راسا نلغي الاصوات ونرجع الاهل. طبقه ما تقدر تصعد فوق. كلكم منايمين علاوي حبيبي، كلكم منايمين، كلكم صحيح تعبانين، احنا هم وياكم ترى هم قاعدين من وقت وهم تعبانين وهم مرات ما نسمع زين. زين لا اتمازح وياك. علي أداء كلش حلو، هذا اللون جديد من بداية المسابقة إلى الآن. صح. لأول مرة قارئ يقرأ إنه ابتهال أو موشح باللغة العربية الفصحى ومتمكن كذلك من أدائها بالشكل الصحيح، بالشكل بالبناء الإعرابي الصحيح اللغوي. نعم. اللحن جميل، ولكن من الملحن أنت؟ ورا البرنامج لازمك عودة تحاسب وياك. بعد البرنامج بعد البرنامج اللحن بحاجة إلى استقرار، يعني بحاجة ناقص جملة لحنية اللي يصير بيها التسليم من بعد المستهل أو المطلع. زين استاذ، وكذلك موضع الجواب يحتاج إلى مراجعة. أستاذ علي، أي جواب ما كان موفق عنده. هاي واحدة. اثنين، الشيخ ليش يقول لك نتحاسب على اللحن؟ تعرف ليش؟ لأن ثيمة اللحن جميلة اللي مسويها أنت. لو لحن طبيعي كان عديناه هواي سمعنا، بس انت مسوي ثيمه، مسوي ثيمه حلوه، بس شو راد لها؟ يراد لها ترتيب، يراد لها تعب شويه بهارات وملح. زين شيخنا تبناها بعد. لا عفوا، لا تبناها. جميل جدا، شكرا. الله يوفقك. شكرا جزيلا لك، تاهلت ويانا يا علي الجبوري، والله يوفقك ان شاء الله. الان المتسابق احمد الخالدي من النجف الاشرف. اهلا وسهلا احمد الخالدي. اهلا ملا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله وبركاته. نساء حال الرباب لطفلها الرضيع. نعم. سلام الله عليه. ديلي الله يا الولد، يا ابني ديلي الله، يا عبد الله يا ابني. ديلي الله يا الولد، يا ابني ديلي الله، يا عبد الله يا ابني. يا ابني من ناغيك ادري السهم يا هذيك،
يا ابني من ناغي ادري السهم يا هذيك يا عبد الله يا ابني يا عبد الله يا ابني يا ابني ارد الشيم صدرك وضمك اخاف من السهم يا ابني ليجمك اخاف من السهم يا ابني ليجمك ميحتار بشليلي شلون المك كبير السهم وانت صغير جسمك كبير السهم وانت صغير جسمك ما ادري شلون احضنك قلبي محتار يا عبد الله يا ابني من حضنك خاف ابكيك ادري السهم يا ذيك من حضنك خاف ابكيك ادري السهم يا ذيك يا عبد الله يا ابني. طيب والله انفاسك الشاعر بهاء العابدي. طيب والله انفاسك حياتنا لك وتأهلت ويانا. احسن اهل النجف هسه تقريبا ثلاث متسابقين نفس البحه ما ادري يبيعونه هناك يمهم ها كل التوفيق ان شاء الله. ملاحظه مرة تمرر يعني عنده ملاحظه كانت عليه بس الصوت جميل جدا. استاذ علي مرر لان يطلبني هواي. احسنت. انا عندي ملاحظه انت ايش قلت بالبدايه اول ما بديت تقرا المن قلت القصيده لسان حال الرباب لطفلها الرضيع. هذا هو ما قلت عليه السلام. لا لا قلت لسان حال الرباب عليه السلام لطفلها الرضيع. لا لا ما قلت لا ما قلت عليه السلام. انا قلت لك عليه السلام. انا ما رد امرر لك على مود هالشيء. لا مو متمرر لهالدرجه. لا ما مرر له والله. مو قصده الاساءه. سابقين كلكم اخوان. اللي يقرا قصيده لاهل البيت لعلم من اعلام الطف واعلام اهل البيت وما يقول عليه السلام ما مر له والله. والله أدب جميل هذا أبو علي بس إذا تسمح لي شوف عندنا. بس بطريقة سمير صبيح. اسمح لي أبو علي تسمح لي. عندنا مثلا القرآن الكريم في كل بيوتاتنا صحيح ولا لا؟ يقول أحيانا من تدخل للبيت تلقى القرآن الكريم على الأرض. بلقى أنت إيش راح تشعر؟ تشعر أنه هذا جاي يقلل من قيمة القرآن لأنه على الأرض والناس واحد قاعد بصف المخدة. فيقول هذا واجب عليك شنو هذا يعتبر إثم لازم تشيل القرآن تخليه بمكان مرتفع زين. بس من تجي تسأل هذا يقول لك لا والله مو قصدنا بس أنا قبل قليل شنو أقرأ ونسيته هنا بهذا المكان والله تبارك وتعالى بعد يحاسب عني فهذا راح يتحاسب ما يتحاسب مو قصده يسيء للقرآن زين. هو من دا يقول مثلا قصيدة إلى الرباب وعبد الله الرضيع طيب مو قصده الإساءة طيب مو أنا حتى الإساءة للمشاهدين بس معتاد بس هي الملاحظة جميلة وجيدة وأنا أريد أدافع عن نفسي قبل ما يقولون قبل ما يقولون قلت لكم لو ما قلت لكم هاي الشهود ثمانية هم مو متعادل وبالإسلام يقول شهد اثنين معتادين قبل ما يقرأ مال معتاد وحياخذها تعويد وحياخذها تعويد بالمجالس يصعد بالمجلس ما يذكر وهذا مو صحيح. اللون صح. اللي قرأه أحمد الخالدي من الألحان هو طريقة أبو بشير النجفي الرادود. الله يطول عمره. أبونا وعمنا وأخونا الكبير. الله يطول بعمره ويمن عليه بالصحة والعافية إن شاء الله. وهذا اللون اللي هو بمقام يا هو. أعتقد اللام. أحسنت عاشت يدك هو اللام يقولون لكثرة الحزن فيه والآلام سمي بمقام اللامي حبيبي. شكرا حبيبي جزيلا انت لك عندك جرح يا احمد في صوتك كلش حلو الله يحفظك تحياتك حلوه زين بس اكو بس ملاحظه واحده انه انت هواي تعيش ويا الورقه بس هذه نريد على المرحله القادمه تنسى الورقه راح هواي يصعد ادائك يصير احلى بهواي اخذ منها لا تعتمد عليها صوتك جميل والله يوفقك شكرا جزيلا أحمد الخالدي من النجف تأهلت ويانا والله يوفقك الآن المتسابق عبد الله الخفاجي من محافظة السماوة عبد الله الخفاجي من محافظة السماوة عفوا احنا عبد الله الخفاجي اهلا وسهلا مرحبا يا محافظة بس السماوة اهلا وسهلا يا علي اللي الح
حزين كافي إيه هلا خلاص عمري بدربهم هالمرة أنا والواحد واحد من بعيد واحد ما شاء الله يودعوني الأحيبهم وأنا ثاني واحد ويلي اسعار جمورها ما ينفع صبوري عفية عفية علي مكتوب كل أهلي يودعوني وشاهد كل مصايبهم يريدوني يا هل ماشين إيه؟ عني وياكم يغذوني إيه؟ انا زينب اصيحي وما تسمعوني من كسري الضليع واني وبعيد طابره ابويا ليش خربت ودعتي الابو والام وجاني ودع اخويا والكسرى وظهرها ما ينفع صبرها ما ينفع صبري طيب الله انفاسك يا عبد الله الخفاجي تأهلت ويانا للمرحله الثانيه واحد شلون ابو علي اتمنى لك كل التوفيق استاذ علي الدلفي اكو مشكله تحس بادائه لا شلون اكو مشكله مررت بس ثاني واحد هالمره شيخ لا عفوا زين ارتكاز عجيب اول مره اني مو يعني اول مره لكن هو من النوادر اللي جونا بالبرنامج مرتكزين بهذا الشكل ولو من عاش القصيده شويه من تاثر بكلمه بويا صار عنده شويه اخفاق يعني بس هاي والا فانا اوصيهم انت صحيح يعني قلوبكم وحبكم وعشقكم وتولعكم باهل البيت من تقرون القصيده وتتباكون بس حاول تحافظ على التون حاول تحافظ على اللحن وملاحظه بس واحده بس سامحني حس اكثر صوتك صوت عندك القابليه وعندك الاحساس موجود زين حس اكثر بعد بالقصيده ان شاء الله شكرا جزيلا عبد الله الخفاجي تاهلت ويانا اتمنى لك التوفيق بحق محمد وآل محمد اعزائنا المشاهدين طبعا قبل لا اخذ المتسابقه احب اوجه تحيه حب واحترام واعتزاز واجلال وتقدير لشاعر المقاومة الأستاذ الكبير عباس عبد الحسن اللي حضر ويانا خلف الكواليس وصراحة أستاذ عباس عبد الحسن من المواظبين على يعني هيكلية البرنامج ودائما يتابع البرنامج وبكل خطوات البرنامج وهو أيضا خادم للبرنامج البرنامج. الله يوفقكم إن شاء الله شكرا للأستاذ أبو الفضل كل الهلا نور والله نور واستاذ حيدر المخرج يقول هو صاحب الفكره الاساسيه يعني ما يجي للبرنامج. ابو الفضل ما يقوم شوي نشوفك هنا ورا المايك اي والله هاي الستر بهاي الستره الحلوه عودتنا على هاي سترك العجيبه الغريبه حياك الله ابو الفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا العفو خادمك انا مو كبير عمي ما يصير شرك كبير اسمعك علي زوره الله يبارك فيك انا المنشد عباس هلا اقرالهم جوابات لا 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 ابو الفضل لا حبيبي 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 ابو الفضل تحياتنا لاخونا الكبير الاستاذ عباس عبد الحسن الان نرجع للجو مالتنا المتسابق صالح البركي من السماوة اهلا وسهلا نستقبل صالح البركي اهلا صالح اصلح الله حالك وترحالك حبيبي عليكم السلام ورحمه الله على صوتك حبيبي على صوتك سلام الله عليه السلام صحيح تفضل خلت يديها زينب علمتوني الرباب عفية
يمكن أذيتي شي تقيلها جاح حسبالي يطاب اللي ما تمتني يميني سامحيني سامحيني يا الربابي شلون لو راويك متني سيلسيكنا من ضربوني شاهدتني يا الربابي شلون لو راويك متني سيلسيكنا من ضربوني شاهدتني الناقة كم مرة على وجهي طيحتني الناقة كم مرة على وجهي طيحتني عذبتني الناقة والله عذبتني عذبتني الناقة والله عذبتني وانحفر متني لما انطحت مني الهزيل صحيح رجوع مرة أعذار أنا بجدمي مرة بالحبيل عفية. تروح ما تروس ايديني سامحيني سامحيني طيب والله انفاسك يا عبد الله الخفاجي سنت صالح البركي عبد الله العفو صالح البركي صالح البركي صالح البركي الله يحفظك صالح البركي حبيبي انا سبحان بس الله بس انا التهيت يعني اكو جمله بالشعر حط ايدي عليها مثل على قوله الوائلي رحمه الله عليه اكو دنبله من خالدين علي اها صالح البركي تاهلت ويانا واتمنى لك كل التوفيق اريد اسمع ملاحظات السال علي الدلفي شنو اللي منعك ما خلاك تكبس و والله انت سباق يعني عادي يعني ما توصل صالح حبيبي عنده الجواب اللي سواه أو حركة سواها حلو ورجوعة بس عجبني الباقي كله ما كان صحيح شو تنصعب المرحلة الثانية مرة ثانية لازم يتمرن هاي أول شيء زين وهي هالقصيدة اللي قلت لك لو حافظها مناسبة صوتك زين بس أريد تتمرن وعلى المرحله القادمه سمعنا شيء وتغير وجهه نظري بيك شكرا يا بطل شكرا ان شاء الله توفيق لك بالمرحله الثانيه يا حبيبي احفظ احفظ ان شاء الله كل التوفيق كل التوفيق يا صالح البركي تحياتنا لك ولكل اهلنا بالسماوه الان المتسابق مؤيد الكليبي من محافظه واسط منو مؤيد الكليبي منين من محافظه واسط اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله مهيب السلام ورحمه الله وبركاته مقطوع لخادم اهل البيت وليد العقيلي ان شاء الله حياه الله حياه الله وحياك زينب زينب آية طلعت من ظهر قرآن وحسين على راس الرمح رتلها جميلة الصورة ما سلبه وخدرها بيوم عاشوراء الله جميل زينب آية طلعت من ظهر قرآن وحسين على راس الرمح رتلها ما سلبه وخدرها بيوم عاشورا ولا ذلت أبد من يقدر يذلها الله جميل جدا ولا ذلت أبد من يقدر يذلها حيدر أمناها بشارب العباس وتصور مرة وعباس كافلها جميل جدا
حدار أمنا حبشارب العباس وتصور مروا عباس كافلها من عينه أبد ما نزلت الحوراء من عينه أبد ما نزلت الحوراء خلص عمره كله بعينه شايلها بس بكربلاء نزلها من العين انت جاي تأدي حلو يدرب سهم عينه وخاف يقتلها طيب الله انفاسك يا مؤيد طيب الله انفاسك موفق ان شاء الله شلون ارجع ادوسه حمراء نعم شيخنا شنو الملاحظة اللي عندك؟ أنت بديت بداية حلوة أعتقد بمقام الصبا زمزم زين اللي بعضهم يسمونه طور جبير الكون أو كذا هسه هناك بعض المصطلحات ما نريد نتكلم بها بالتفاصيل وكذلك بعدين سويت انتقالة للحجاز حلوة رحت ولحت شوية الصبي وشوية هم كان حلو ورجعت بشكل جميل بس بعدين من قلت اي ورحت تريد تروح ما ادري للعتابه ما ادري وين كانت الانتقاله خطا من بعدها صارت انتقالاتك غير متزنه غير منضبطه انتقالات عشوائيه انتبه الظاهر انت حافظ بدايه اللحن بشكل جيد وبعدين ارتجلت من الممكن زين اي من الممكن ارتجلت تبدع اكثر شفتنا صارت عندك ثقه زايده بنفسك شفتنا ثلاثه نقطارين احنا جايين نقول لك لعد احنا شنو انا بياعين خضره شغلتنا هاي بابا استاذ علي والله أنا شوف هو رغم الخطأ اللي صار عنده بالانتقال بس كان بكل مقام أسمع صوته شكل كنت اي حلو اي كنت بكل مكان تقرأ لا عفوا هاي حقيقة زين رغم الخطأ بالنقلات من مقام لمقام بس كنت بكل مقام لك لون صوتك حلو حبيب أستاذ سمير أنا ما أضيف للأساتذة شيء لكن خليني بالشعر شوف إذا أكو ثم التشكيك يعني تشكيك على أنه آية من ظهر القرآن إحنا عندنا مفهوم ثابت وما يقبل النقاش علي بن أبي طالب القرآن الناطق مو؟ نعم ونهج البلاغة والإمام علي ما شرد أضيف فماكو تشكيك يجي هنا ماكو جميل جدا البناء والله العظيم هكذا يجب أن يكتب الشعر الحسيني مثل هذا المقطع وليد العقيلي اخونا وشاعر شاعر محترم وثقافي تحياتنا هاي الانكساريه مريتها لاهل البيت ماكو انكساريه واكو بيت بدهشه ما يحطها الا معلم نقول يعني استاذ مال شعر من يقول طيح زينب من العين انا قلت لك لا بس التخريجه بالعجز لا كبيره جدا احسنت خاف السهم يقتلها الله يوفقك ويوفق بابا تحياتي تحيه حب واحترام لكل خدام الامام الحسين في محافظه الكوت الحبيبه احسنت بس وقف علي أهل المخضر مو يزعلون علينا تران رجالة بيع مخضر لا معروفين مو خاف قلت ثاني وإحنا نبيع خضرة يعني قصدي ده اختصاص وهذا اختصاص ها؟ لو ما هم نقدر ناكل شيء لا صدق والله الله يوفقك إن شاء الله لا تخاف شيخ شيخ ميثن أهل الخضرة ما عندهم فيس ناس فقرة ما عندهم الآن المتسابق سيف الحسيني من محافظة النجف الأشرف حياك الله يا سيف عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أهلا سيدنا يا روحي الأحيب هم وعنش بدي باكر يا روحي الغروب يمشون بي باكر ما كرايه على الله وعلى العبايه باكر ما كرايه على الله وعلى العبايه يا روحي الاحيبهم مشاو عنش بدي يا روحي الاحيبهم مشاو عنش بدي يا ساي شلون حيره حسين حيار نوجف
ما معودنا لفقده ولا نسيته ولا نساني استبطع بياس ومش عليه وقلت له خذني وما خذاني. طيب رمضان فاسك تأهلت ويانا يعني. بمجرد ما ساعدك استاذ سمير صالح. لا ماني هم ساعدته. نعم. هو أداءه جميل جدا. أحسن. استاذ علي الدبي. سيف من النجف مو؟ حبيب سيوفي انت وجهه نظري ركوزك مو مضبوط. ما كانت مضبوط. هو صوته تعبان علي. صوته تعبان مجهد. صحيح. اللي جاي سمعه اي انه جاي سمع كأداء خامه صوت جميله يعني اذا تنصبر ويتدرب نعم. اي موجوده نعم بس استخداماته للعرب اللي بداخل صوتك زين تضيع القفلات دائما. صحيح. اتمنى صحيح. اتمنى بالمرحله القادمه اتمنى تقدم احلى من اللي قدمته. شكرا لك جزيلا. تأهلت ويانا اتمنى لك التوفيق يا سيف الحسني. اعزائنا المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج منشد العراق الموسم الثالث. خلونا نشكر اللجنه وشكرا استاذ سمير حبيبي الله يوفقك ان شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله صحه وسلامه وطيله شهر رمضان وهاي الطله الحلوه. شكرا يا ابو حسين وتحيات ايضا لحتى لا ننسى اخوانك اللي بالخليج وبالكويت اللي قلت لنا عليهم بالمحافظات وان شاء الله توصل الفكره ان شاء الله. اتمنى لكم الموفقين ان شاء الله. شكرا استاذ علي الدلفي حبيبي. شكرا لكم. شكرا لكل مشاهدينا. شكرا لكل الاخوه اللي اشتركوا ويانا. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا لكل كادر العمل. شكرا للاخوه الجنود الاوفياء مصورين مخرج العمل. شكرا لكل من دعم هذا البرنامج. شكرا للمشاهدين. شكرا لكم. الله يبارك فيك. شكرا يا شيخنا القارئ حبيبي والاستاذ ميثم التمار. حفظك الله ورعاك ونسأل الله الكثير من هذا القليل الذي نقدمه ان شاء الله. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين. شكرا لكرم المتابعه. كان في اعداد اصوات المتسابقين حسين البغدادي وفي اداره التصوير انمار علي والفوتوغراف ابراهيم جاسم واداره الانتاج عباس الشواك وعلى الصوت كان علاء الموسوي وفي الاخراج الاستاذ الدكتور حيدر العسكري وأنا خادمكم في التقديم المنشد علي زورة. نلتقيكم في حلقات مقبلة بإذن الله. في أمان الله ورعايته.